اسم المديريه العامه لورقه الدكتور عبد الرحمن المديريه العامه الوطني شرح لكم هذا الفضاء هذا اللي هو المركز المركزي للمحطه الصحفيه. هذه الندوه الصحفيه هي اللي تسلط الضوء على تطورات البحث في قضيه ازهاق الروح الطاهره ديال الشرطي اللي اودت لي ايه الاكتمال ديال العمليه الطهاريه الاخيره. ان شاء الله تكون الكلمه ديال السيد المدير المركزي للابحاث القضائيه السي محبوب الشرقاوي. ايضا حاضر معنا هنا السيد وليد الامن السي السير توفيق السير اللي هو رئيس معهد علوم الادله الجنائيه للامن الوطني اللي كيشرف على جميع الوحدات وبنيات الشرطه العلميه والتقنيه تبع الامن الوطني. ايضا معنا السيد المراقب العام عزيز الادريسي اللي هو رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية للدار البيضاء اللي شارك إلى جانب العناصر ديال المديرية العامة الوطنية في استبداء حقيقة هذه القضية المكرة. أيضا معنا الزملاء من المركز للأبحاث القضائية وعبر فيه بوكا السبيك اللي هو مناطق رسمية باسم المديرية العامة الوطنية والمراقبة الطبية. إذا في البداية غتكون واحد الكلمة ديال السيد مدير المركز للأبحاث القضائية اللي غيسلط فيها الضوء على جميع التفاصيل انطلاقا من اكتشاف الجثه الى غايه ايقاف المتورطين في هذا القرار. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. في مستهدفي هذه الندوه الصحفيه وقبل استعراض مسارات البحث المنجزه بشان هذا الاعتداء الارهابي الغاشم، اسمحوا لي أن أطلب منكم جميعا التفضل للوقوف دقيقة صمت على الروح الطاهرة للشرطي الفقيد وفاء بذكراه واعترافا بتضحياته الجسيمة ومشاطرة منا لعائلته الصغيرة والكبيرة أحزانها في هذا المصاب الجلل، سائلين المولى عز وجل أن يتقبله في عداد المنعم عليه بالفردوس الأعلى وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء. مسارات البحث المعتمدة لاستجلاء حقيقة هذه الجريمة الإرهابية الآثمة وتوقيف الضالعين فيها، فهي تتويج لعمل مشترك وتنسيق ميداني محكم بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومصالح المديرية العامة للأمن الوطني ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية لمدينة الدار البيضاء والفرقة الوطنية للشرطة القضائية وخبراء الشرطة العلمية والتقنية. كما أود أن أشيد كذلك بالمساهمة التي قدمتها مصالح الدرك الملكي خلال الإجراءات التمهيدية لهذه القضية، خصوصا في عمليات المعاينة والمسح المكاني لمسرح اكتشاف جثة الشرطي الضحية، وكذا بمكان إضرار النار عمدا في سيارته الخاصة وإهمالها بمنطقة القروية. وأتقدم أيضا بالشكر لممثلي السلطة المحلية الذين لم يدخروا أي جهد في تقديم الدعم والإسناد اللازمين لتسهيل مأمورية ومهام فرق البحث والتقصي والتنشيط المكاني. وأشدد في نفس السياق على أن جميع إجراءات البحث الميداني والخبرات التقنية والعلمية المنجزة في هذه القضية وكذا عمليات التشخيص التي ساهمت في توقيف المشتبه فيهم تمت تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة بمدينة الدار البيضاء في المرحلة الأولى من البحث، وبتوجيه فعلي من النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب بعدما برز الطابع المتطرف والإرهابي لهذه الجريمة الغاشمة. أولاً نتطرق إلى فرضيات البحث.
لم يكن من الممكن ترجيح أي فرضية من فرضيات البحث. عند اكتشاف جثة الهالك المسرح الجديد. وهو ما جعل فريق المحققين يتعامل مع كافة الفرضيات الممكنة، بما فيها فرضية التابع الإرهابي على أنها مسارات قائمة تقتضي التحدي والتقصي والتدقيق. ذلك أن طريقة تنفيذ هذا العمل الإجرامي وكيفية التمثيل بالجثة ووظيفة الضحية كشرطي ومكان الترصد به ودلالات تجريبه من سلاحه الوظيفي وأصفاده المهنية كلها معطيات ومؤشرات أكدت منذ البداية أننا أمام عمل إجرامي منظم يرتكبه أكثر من شخصين على الأقل، وأن خلفيات هذا العمل قد تكون بدوافع إجرامية صرفة كالسرقة مثلاً، أو قد تكون بخلفيات متطرفة. وقد عاتب فريق البحث على تحصيل إفادات العشرات من الشهود بمحيط اكتشاف جديد الجثة ومكان إضرام النار في السيارة، لكنها لم تحمل أي جديد في البحث. كما تم التعامل التقني والعلمي مع مجموعة هائلة من العينات والآثار المرفوعة للمسرح الجديد. أيضا قام فريق المحققين بتفريغ واستقراء العديد من المحتويات الرقمية بغرض تحديد مسارات المشتبه فيهم، وكذا رصد المسار الذي سلكته سيارة الضحية بعد إظهار روحه الطاهرة والسطو على لوازمه المهنية وسيارته الشخصية. وبفضل الجهود المشتركة لفريق التحقيق من مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تسنى تشخيص هوية المشتبه فيه الأول وتوقيفه بمدينة الدار البيضاء. مباشرة بعد ذلك تم رصد مكان اختباء المشتبه فيه الثاني وتوقيفه بمنطقة سيدي حرازم بضواحي مدينة فاس، قبل أن يتم ضبط المشتبه فيه الثالث في مدينة الدار البيضاء. وهنا لا يسعني إلا أن أثمن التفاعل الواسع والتجاوب الكبير للمواطنين والمواطنات مع فريق البحث والتحقيق، إذ سجلنا تعاوناً تلقائياً من جانب عدد كبير من المواطنين الذين كانوا يبلغون عن كل طارئ ويقدمون إفاداتهم بشكل طوعي خدمة للعدالة، ويبدون بشهادتهم أملاً في تمويل البحث واستجلاء الحقيقة وتوقيف المتورطين. كما أشيد عالياً بالتضامن الواسع الذي برهنت عليه فئات كبيرة من المجتمع المغربي والتي تعاطفت مع أسرة الشرطي الصغيرة ومع عائلته الكبيرة ممثلة في هيئة الأمن الوطني، وهو التضامن الذي تجسد في رسائل تعزية وتعاطف من مختلف أطياف وشرائح المجتمع المغربي. نتطرق إلى المحور المتعلق بتأكيد الدافع الإرهابي. كما أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغها المنشور بخصوص هذه القضية، فقد تأكد الدافع الإرهابي فور توقيف المشتبه فيه للثلاثة. فحسب المعطيات التي توصل إليها فريق المحققين إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن المشتبه فيهم الثلاثة أعلنوا مؤخراً ولاءهم لتنظيم داعش الإرهابي، بعدما قام أحد المشتبه فيهم بترديد ما يعتبرونه قسم البيعة المزعومة، والذي تبناه وردده وباقي المشتبه فيهم إداناً بانخراطهم في تنظيم الإرهابي ضمن مشروع جماعي يروم المساس الخطير بالنظام العام. وتشير المعلومات المتوفرة حالياً أن المشتبه فيهم كانوا يخططون للالتحاق بمعسكرات تنظيم داعش
لمنطقة الساحل قبل أن يتراجعوا عن هذا المسعى بسبب نقص مصادر التمويل الكافي لتأمين السفر، وهو ما دفعهم لتبني طرح بديل وهو القيام بعمليات إرهابية محلية تستهدف رجال الأمن ووكالات بنكية ومؤسسات مصرفية. ثالثا وهو الشق المتعلق بالتطرف السريع وأسلوب الإرهاب الفردي. فيما يخص هذا المحور المتعلق بالتطرف السريع وأسلوب الإرهاب الفردي، تؤكد المحتويات المتوفرة حاليا أن المشتبهين الثلاثة تشبعوا بالفكر المتطرف في الآونة الأخيرة، إذ لم يعلنوا البيع لتنظيم داعش سوى منذ شهرين ونصف تقريبا، منذ شهرين ونصف تقريبا، وهو ما يرجح معطى وفرضية التطرف السريع، خصوصا في ظل مستواهم الدراسي البسيط والمتدني. كما أكد أحد الموقوفين الثلاثة وهو المشتبه فيه الرئيسي معروف بصوابته القضائية العديدة في جرائم الحق العام، وأن آخر سابقة قضائية له كانت في سنة 2013 عندما أدين قضائيا من أجل سرقة بالعنف واستهلاك المخدرات وحيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع. كما أكدت بصارات البحث أن المشتبه فيهم اعتمدوا أساليب وتكتيكات الإرهاب الفردي لارتكاب جريمتهم الغاشمة قبل أن يستولوا على الأسواق المهنية والسلاح الوظيفي للشرطة الضحية بغرض استخدامه في ارتكاب جريمة لاحقة تتمثل في السطو على وكالة بنكية. وقد مكنت إجراءات البحث من تأكيد عنصري سبق الإصرار والترصد في هذا المشروع الإرهابي، بعدما ثبت أن المشتبه فيهم حددوا بدقة مكان الوكالة البنكية المستهدفة وقاموا بجولات استطلاعية بمحيطها واتفقوا على طريقة اقتحامها بغرض استغلال عائدات هذه الجريمة في تمويل أنشطة إرهابية. فيما يتعلق بالمحور الرابع وهو استمرار إجراءات البحث، في هذه المرحلة في البحث يمكننا الحديث عن خلية إرهابية تتكون أو تتألف من ثلاثة مشتبه فيهم رئيسيين، وهم الأمير المزعوم لهذه الخلية ويبلغ من العمر 31 سنة، والمشتبه فيه الثاني البالغ من العمر 30 سنة، وهما اللذان شاركا في التنفيذ المادي لجريمة القتل العمد والتمثيل بجثة الشرطة الضحية. أما المشتبه فيه الثالث فيبلغ من العمر 50 سنة، وقد شارك بكيفية فعلية في تغيير معالم الجريمة وطمس الأدلة بعد إضرام النار عمدا في سيارة الضحية. كما يمكن الجزم أيضا بتحييد مخاطر هذه الخلية الإرهابية وصد تهديداتها المحدقة بأمن الأشخاص والممتلكات، خصوصا بعدما نجح فريق المحققين في استرجاع السلاح الوظيفي والرصاصات الخمس المسروقة، حيث أكدت الخبرات الباليستية التي أنجزها مختبر الشرطة العلمية والتقنية عدم استعمال هذا السلاح في إطلاق أي رصاصة من قبل المتورطين. وقبل الختام لا بد من التأكيد على أن إجراءات البحث الذي أسندته النيابة العامة المختصة لمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراث الوطني تتواصل حاليا بتنسيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك من أجل رصد الارتباطات المحتملة لهذا العمل الإرهابي وتشخيص جميع المتورطين المفترضين في المشاركة والمساهمة في تنفيذه، بالإضافة إلى الكشف عن كل الخلفيات والملابسات المحيطة بهذه القضية والتي أودت بحياة الشرطة الضحية الذي كان شهيدا للواجب وهو يسدي خدمات أمنية في الشارع العام. وفي الأخير
أود التأكيد بأن تفكيك هذه الخلية الإرهابية المتورطة في جريمة القتل العمد والتمثيل بشتات الشرطة التحرية جاء متزامناً مع مشروع الإرهابي وشيك تم تحييده مخاطره وإجهاره من طرف مصالح الأمن بمدينة الأسد بتعاون وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. ويتعلق الأمر هنا كذلك بشخص متطرف موالي لتنظيم داعش جرى توقيفه بمدينة أسد أول أمس الأربعاء، وذلك بعدما أعلن البيعة للأمين المزعوم لهذا التنظيم الإرهابي ووثق ذلك في محتوى رقمي إذانا بالانتقال لمرحلة التنفيذ المادي لمشروعه الإرهابي. وقد تم إخضاع هذا الأخير بدوره لإجراءات البحث القضائي الذي عادت به النيابة العامة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية للكشف عن جميع العناصر ومعالم مشروعه الإرهاب. وفي النهاية أود أن أتقدم بخالص الشكر ووافر الامتنان لممثلي وسائل الإعلام الذين حضروا وواكبوا أشغال هذه الندوة الصحفية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.